اسمح لي فضيلة الإمام، يعني بعد أن تخرجت من الثانوية الأزهرية وحضرتك في معهد الإسكندرية، ويعني إلى أي كليات كنت ترغب؟ يعني حضرتك التحقت بكلية أصول الدين. نعم. يعني هل هناك كان مطمع أن حضرتك تخش كلية أخرى؟ ولكن لماذا اخترت كلية أصول الدين؟ والله ده سؤال حسن في الحقيقة. نعم. يعني أنا كان ترتيبي في الشهادة الثانوية ما شاء الله والحمد لله ترتيب لا بأس به يعني. ما شاء الله. لكن أنا استمعت إلى بعض المتحدثين وبعض الذين يلقون محاضرات وهكذا، وسألت فلان هذا دخل أي الكليات، فقالوا لي دخل كلية أصول الدين. فلما حصلت على الشهادة الثانوية والترتيب لا بأس به، كانت كلية أصول الدين تسمى بكلية العجزة والمكفوفين. حقيقة. نعم. يعني اللي أعرج واللي كذا وهكذا، أصحاب العاهات المختلفة مثلا. نعم. يعني كانت تسمى ذلك، لكن ده من عشان اللي كان فيها يعني في علماء كويسين. نعم. يعني. نعم نعم. وكانت الكليات اللي هي يعني يحب الطالب أن يذهب إليها كلية دار العلوم ما شاء الله وكلية اللغة العربية. جميل. لأن دول اللي كان التعيين بالنسبة لهم في ذلك الوقت مضمون. التعيين خلص مضمون. متعين يا فندم على طول. نعم. احنا ما كانش بظروفه بقى. لما يتعين إمام يتعين واعظ، والوقت ما كانش يعني فيه رواج لهذا. المهم انا اذكر بان احد الاصدقاء بعد ما حضرنا على بعد ما حصلنا على الشهادة الثانوية، نعم، وجاي هو الى القاهرة، قلت له انت رايح فين؟ قال لي انا جاي القاهرة علشان نقدم في احد. قلت له خد اوراقي معاك، قدم لي معاك. قدم لي معاك. فهو قدم وجاه نصيبه في كلية اللغة العربية، وانا قلت له قدم لي في كلية اصول الدين لعلي اقبل. الله. فقدم لي في اصول الدين برضه وقبلت في هذه الكلية. قبولي في كلية أصول الدين. جميل. وفي أول الدراسة أو يعني طبعا قبلنا قبل الدراسة بشهر بشهرين، المهم في أول التنسيق وكده. أول الدراسة يقابلوني الزملاء يبصوا فيي كده، الله أنت أعرج. يا اخوانا ايه اللي حصل؟ يقولوا الله بقى انت ترتيبك لا بأس به. طيب ما فلان راح دار العلوم وفلان راح اللغة العربية، اللي جايبك اصول الدين ايه؟ نقول لهم مش اصول الدين فيها التفسير؟ جميل. يقولوا فيها الحديث؟ فيها حفظ القرآن؟ نقول لهم طيب انا احب هذه العلوم. ما شاء الله. المهم دارت الأيام دورتها ما شاء الله، وتخرجنا في سنة واحدة، وما زلت أذكر ذلك. أحد الزملاء اللي دخل كلية اللغة العربية وكان يعني يستخف، إزاي فلان ده يدخل كلية أصول الدين؟ يستهزئ وسائب الكليات اللي هي بمجرد ما بيتخرج في ذلك الأيام يعني بيعين. نعم. أنا تخرجت من كلية أصول الدين سنة 1958، أراد الله أن تفتح الدراسات العليا، عينت إمام في أحد المساجد بالقاهرة برضو بمسابقة يعني ضخمة،
دخلت الدراسات العليا وتخرجت منها وكتبت رسالة الدكتوراه بعد الدراسات العليا وعينت مدرس بكلية أصول الدين. نفس الكلية اللي اتحطت. أيوة نعم. جميل. فقابلني اللي هو الصديق ده. بنقول له أنت فين دلوقتي؟ قال لي أنا مدرس بالمدرسة الإعدادية كذا كذا كذا. قلت له طيب أنت مش كنت تستخف بي وتقول لي ليه تدخل؟ أنا دلوقتي دينا هو مدرس في كلية أصول الدين وهكذا. فالذي أريد أن أصل إليه إذا أخلص الإنسان نيته وقصد بقوله وجه الله وسار في الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له وأتقن وذاكر واجتهد وأخلص وباشر كل الأسباب التي توصل إلى النجاح لن يضيعه الله أبدا. مستحيل مستحيل مستحيل، لأن الله كتب على نفسه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا.